بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذتي وزملائي وأحبائي محامين مصر الأشراف الأطهار الأحرار، أهلا بيكم في حلقة جديدة من محامي شو. عندنا النهاردة خبر هيسعد كتير وهيضايق كتير، بس يا رب في الآخر يكون لمصلحة المحامين ولمصلحة المحامي ولمصلحتنا كلنا كشباب محامين. تعالوا نشوف الخبر إيه، والخبر ده حصري ليكوا ولينا إحنا بس. تعالوا نشوف الخبر ده إيه. ومن داخل المقر الإداري لنقابة محامين مصر نما إلى علمنا هذا الخبر العاجل، وانتوا أول ناس هتعرفوه. تم وقف انتخابات نقابة المحامين إلى أجل غير مسمى لتنقية الجدول، بحجة أن اللجنة القضائية لم تنقي هذا الجدول إلى الآن. فمبروك للي مرشحش نفسه وكان ناوي يرشح نفسه، وألف ألف 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 سلامة على زمايلنا وأساتذتنا اللي يا حرام ضيعوا فلوس كتير في المطبوعات، وتقريبا كده والله اعلم الفلوس دي راحت. صدقتونا بقى لما قلنا الفلوس دي لو عملتوا لنا بيها حاجه جوه كانت نفعتنا وفضلت في دماغنا كلنا لغايه ما تيجي الانتخابات في اي وقت. شويه الصور هتقع وشويه الورق هيقع، وهيتبقى اللي عمل حاجه للنقابه واللي عمل حاجه للمحامين. خبر دوت حصري على محامي شو وشبكة يقين. وتعالوا نشوف موضوعنا الجاي ايه. وبعد الخبر اللي احنا سمعناه، انا عارف ان في ناس كتير او اتضايقوا وناس كتير او فرحوا. المهم يكون الخبر ده يا رب يكون جايب خير للنقابة وجايب خير لشباب النقابة وجايب خير لمصلحة محامين مصر. وزي ما بدأنا كلامنا بسلامنا هننهي كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.